قارئة مليت سناء محاميات من أم الفحم. فتت بهذا المجال مسعفة بسبب ظرف صار معي. يوم من الأيام رن التلفون عندي، فكانت هي عمتي المتصلة. فطبعا أجوا بعد تقريبا بحدود العشرين دقيقة أجوا، بس طبعا لما أجوا ما كانش في محاولة، إنه كان خلص متوفى يعني، فيش أمل. والحمد لله تعلمت مسعفة وسائقة سيارة إسعاف. أبو تمرون سلام الله عليه وسلم أبو تفاعل أبو تفاعل بكير تاني عزول لك بما شو تلتسي أميلي يتيح بجامة تهينو تودها لكل مشبخة بروخ شيء. الحمد لله كل الناس بتنظر لي بنظرة احترام. طبعا أنا أجان عندي بنات كثير عندي على شغل إنه حابين يفوتين هذا الموضوع كموضوع مسهفة وموضوع بسحب الدم. حلمي أول شيء إني أصير مسعفة برامج، إنه أصير سائقة طيارة. أكيد إنه هذا الإشي صعب عند العرب، بس إنه هذا حلم، وإن شاء الله إني بوصل له. See you next time.